وغيرها من مستشفيات مصر بيتكلم في تفاصيل كثيرة، إلى أن رحنا لنقطة مهمة كمان تتعلق بالقوات الدولية. ثم تبدأ المساعي الأمريكية في تفاصيل كثيرة عن كونديليزا رايس والمساعي الأمريكية. إيه المساعي الأمريكية اللي بيعمله بلينكن النهاردة؟ عملته كونديليزا رايس في 2008. إيه هو التاريخ؟ هنا هنا تبدأ المساعي الأمريكية المدعومة أوروبيا زي ما بيحصل الآن لجذب مصر للتعامل مع الآلية المقترحة، مجموعة دولية للمراقبة والإشراف، ومصر تشترك في هذا الجهد بقيام قوات حرس الحدود المصرية. الكلام ده إمتى؟ 2008، بأعمال للاعتراض والتصدي للتهريب. وبدأت تلويحات جديدة باستخدام بند المساعدات الأمريكية والتهديد بوقفها إذا لم تتجاوب مصر. يعني بيضغط تاني، ضغط على 2008 وقال لك لازم تبقى معانا وتشارك، ولو انت عملتش تلويح بند المساعدات اللي هو طول الوقت يستخدم بند المساعدات، طول الوقت بيستخدمه. وعلى فكرة ممكن تلاقوا الأيام الجاية طلع لك تصريح كده زي ده، زي المساعدات، بفكرك دلوقتي اهو، باستخدام بند المساعدات إذا لم تتجاوب مصر. ويتحدث بعض الأوروبيين كما ذكر السيد أحمد أبو الغيط ببعض الأفكار غير المسؤولة. بقول لك الكلام ده حصل معانا، التجربة دي 2008 وبتتكرر معانا النهاردة في 23، ببعض الأفكار غير المسؤولة عن وضع قوات دولية السيد أحمد أبو الغيط كتب الكلام ده، وزير خارجية مصر كتب المقترحات. ايه هي؟ وضع قوات ايه؟ دولية، اللي بلينكن بيقولها امبارح بالليل، والألمان قالوها يوم الخميس والجمعة في القمة الأوروبية، واللي هيتكلموا عنها في اجتماع مجلس وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي يوم 15 شهر ده، هيتكلموا على المقترح ده، هيتكلموا عليه، وبلينكن جاي عشان يتكلم على ده. ايه القوات اللي عرضوها علينا في 2008؟ قالوا ايه؟ قال ايه السيد أحمد أبو الغيط؟ وضع قوات دولية أو غربية على الحدود المصرية الفلسطينية. وأقول إعلاميا، هو كاتب كده وبحزم، إن مصر لن تقبل بوجود أي أوروبي أو غير أوروبي على أراضيها. كلامه واضح، كلامه على فكرة هو ده الموقف اللي موجود النهاردة، هو موقف مصر اللي من 2008 موجود 23، وهتسمعوه وهتسمعوه، وطول عمرنا كده لا نقبل أحد أبدا يكون على أرضنا أبدا، لم نسمح ولن نسمح، وما حصلتش ولا رئيس مصري سمح بتواجد أي عسكري أجنبي على أراضينا. يجوا مناورات أهلا وسهلا، وبعدين مع في رعاية الله، لا قواعد عسكرية ولا تواجد أجنبي ولا غيره. إحنا مصر عايز اقول لكم، الامريكان جزء من الازمه مع الرئيس مبارك ده، وانا اعلمها شخصيا. الرئيس مبارك حكالي انا شخصيا في بيته، جزء من ازمته مع الامريكان كده، عايزين قواعد ورفض، عايزين كذا ورفض، رفض. فنخلي بالنا، موضوع مش هزار. اي قائد مصري ابن مؤسسه العسكريه بيرفض ده، بيرفض ده زي ما انا بقول لحضرتك كده على الهوا. واقول اعلاميا وبحزم ان مصر لن تقبل بوجود اي اوروبي او غيره على اراضيها، وان هؤلاء الذين يطالبون بافاد هذه القوات عليهم احتلال شريط من الاراضي داخل اراضي فلسطين ضد اراده القوى الفلسطينيه داخل القطاع. وتظهر الايام، بيتكلم سيد احمد ابو غيط، أن لهذه المذكرة اللي وقعتها أمريكا وإسرائيل أبعادا بحرية، عملوا مذكرة مع بعض، وقعوا مذكرة وطلبوا من مصر أنها تبقى وإحنا رفضنا الكلام ده. إيه هي؟ بتعمل النهاردة. بقول لكم يعني حتى ما بيغيروش في حاجة، هو جابوا الخطة القديمة طلعوها دلوقتي، سواء إسرائيليين أو أوروبيين أو أمريكان، الخطة القديمة النهاردة بيطلعوها.
وانا مش بوضح لك عشان تعرف حجم اللي احنا بنشوفه اللي احنا بنواجهه والذي لن يحدث.